نروح لزميلتنا لميا حمدين عشان تعرف منها على اخر اخبار المرور والطقس في القاهره والمحافظات. صباح الخير يا لميا. صباح الخير عليك يا جمانه وصباح الخير عليك يا مصطفى. حر ولا ايه الجو؟ طبعا احنا خلاص بقينا في فصل الصيف، في حر بس بيتباين بقى في رطوبه عاليه ولا لا، في شبوره ولا لا، لكن خلاص احنا بقينا في الصيف فلازم نسلم امرنا لله في الحر ودرجه الحراره العاليه. بصبح عليكم وبصبح عليكم مشاهدينا في كل مكان، وخلونا نبتدي الاول باحوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبتدي طبعا من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مروريه متوسطه في الوقت الحالي ومكمله لحد ميدان العباسيه. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، وهناك برضو هنلاقي كثافات انما بسيطه وغير مؤثره على حركه سير السيارات. لو كملنا لحد ما نروح كوبري الجلاء، هناك برضو هنلاقي في سيوله مروريه ومكمله لحد طريق العروبه. عند كوبري المطار في كثافات نسبيه وغير مؤثره هتبدا تختفي واحنا داخلين على طريق المطار، وظهرت بعض الكثافات على كوبري الحدايق قدام اللي قادم من الزاويه ومتجه للفنجري، نفس الموضوع على كوبري المطريه القادم من الكابلات. نروح دلوقتي للجيزة عشان نستعرض هناك الحالة المرورية، ونبدأ بشارع الهرم اللي طبعا بيشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع. الكثافات بتبتدي تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، ولسه مكملين في شارع الهرم الرئيسي واللي بيشهد أيضا تباطؤ في حركة سير السيارات بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، وفي منطقة المساحة وفي شارع العريش ومدكور والطلبية. كمان ظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل، وكثافات من شارع العشرين والحد الطلبية، وكثافات تانية للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق وحتى شارع العشرين. بتظهر كثافات على محور صفة اللبن للمتجه من الدائري وصولا لشارع السودان، وكثافات مرورية متحركة، ونفس الموضوع بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني. كمان ظهرت كثافات في محيط ميدان النهضة وصولا لإشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي. اللي رايحين المهندسين ومتجه لأكتوبر في سيولة مرورية كبيرة على المحور، وبتظهر بعض الكثافات البسيطة على محور 26 يوليو للي جاي من أكتوبر وبيستمر لحد ميدان لبنان. لو رحنا دلوقتي لمحافظة أسيوط، قدام اللي جاي من مستشفى الجامعة هناك بيشهد سيولة مرورية كبيرة ومكملة لحد جامعة أسيوط، ولما هنوصل هنلاقي هناك كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. أما الطرق الخارجية فطريق أسيوط الغربي في سيولة مرورية، وطريق المنيا أسيوط أيضا بيشهد سيولة مرورية. هنكمل جولتنا المرورية ونروح للإسماعيلية، ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد بداية شارع 6، وفي الشارع هناك بتبدأ تظهر كثافات مرورية متحركة إنما بسيطة جدا، وهتبتدي تقل وتختفي لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض. نروح لطريق أحمد أبو زيد، وهناك في سيولة مرورية مكملة لحد طريق الإسماعيلية الزراعي. كده خلصت جولتنا المرورية، وخلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة. الطقس النهاردة هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ودرجة الحرارة في القاهرة النهاردة 35 درجة. أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 28 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية.